نشرات الأخبار والواقع. منذ أن بدأ التلفزيون وهو ينتج برامج واقعية، أشهر هذه البرامج هي نشرات الأخبار، الحوادث اليومية، الأفلام الوثائقية، الرياضة، برامج المسابقات والمناظرات. في السنوات الأخيرة انتشرت البرامج الواقعية اللي هي الرياليتي تي في، وما درسناه في فصول سابقة عن تركيب القصة ينطبق أيضا على هذه النوعية من البرامج. ولكي نشرح ذلك دعونا نلقي نظرة على نشرات الأخبار وبرامج الرياضة. تذاع الأخبار عدة مرات في اليوم، لكنها تركب كقصة، وهي ليست مجرد سرد للأحداث في أماكن مختلفة وفي أوقات معينة، لكنها عبارة عن تركيب لعدة أحداث وقصص مختلفة، لكن هذه القصص والأحداث ترتب معا في صورة روائية. الطبيعة العامة لهذا التنسيق هي أن هذه النشرات تأخذ الأحداث العالمية المضطربة وتقدمها بطريقة مطمئنة أو مسلية في نهاية المطاف. يتم تقديم الأخبار بواسطة قارئ الأخبار، وهم يمثلون وجوهاً مألوفة، وأصواتهم هي القنوات أو الخطابات التي يتم من خلالها تصفية الأخبار المقدمة لنا. هؤلاء يمثلون الخطاب السائد ويقدمون الأخبار بوضوح وتيقن، وغالباً يكون مقدمي الأخبار شخصيات لها ثقة وملامحهم جذابة ويتحدثون جيداً ووضوح. وبغض النظر عن مدى إزعاج الأحداث المقدمة في الأخبار، إلا أن تقديم هذه الأخبار من الاستوديو يخلق مسافة بيننا وبين الواقع المادي ويعطي شعوراً بالراحة والألفة. تكون نشرات الأخبار منظمة ببداية ووسط ونهاية. عادة ما يكون الهيكل عبارة عن سلسلة من العناوين التي تحدث اضطراباً لوضعنا المستقر كما في رواية خيالية، ثم يتم عرض الأحداث الرئيسية بمزيد من التفصيل حسب أهميتها، تليها الأحداث غير الرئيسية، ثم ينتهي التسلسل بشكل تقليدي بأخبار الرياضة وأحياناً بقصة تشعر المشاهد بالرضا، سواء عن الحيوانات أو المشاهير أو الأطفال وغيرها. حتى ما تنقلنا من الأحداث السياسية والاجتماعية المثيرة للقلق، وقد يكون هناك موسيقى توحي لنا بشيء مثير قادم، ثم أحداث ممتعة وإيجابية ومطمئنة. أخيراً يعلن مقدم الأخبار انتهاء النشرة ويتمنى لنا يوماً سعيداً. غالباً ما تكرر العناوين الرئيسية، ولكن في هذه المرحلة تكون قد أصبحت مألوفة ومقبولة، فهي في النهاية مجرد أخبار. كل ذلك يقودنا في النهاية إلى الطمأنينة والقبول، وبالتالي يقودنا في النهاية ألا نفعل شيئاً. إن تركيب تقديم نشرات الأخبار عبارة عما نسميه الشكل الموحد، مونوفورم، الذي يعالج كل الأحداث والقصص بنفس الطريقة، بمعنى أن التغطية الإخبارية تشجعنا أن نشاهد لكن لا نهتم، نستمع ولا نأخذ موقفاً، نعرف ولا نسعى للتغيير. فالأخبار تقدم نفسها كسلعة، شيء لمجرد الاستهلاك أو التسلية، فهي تقدم لك بعض الأخبار أو الصور المثيرة وتقول هناك المزيد من ذلك بعد قليل. البرامج الرياضية وعروض المسابقات. واحد من المميزات السائدة في الخطاب التلفزيوني هو استخدام الحديث المباشر، Direct Address، وهو عبارة عن شخص يواجه الكاميرا ويتحدث إليها، يقول لنا صباح الخير أو ليلة سعيدة، ويوم الخميس أو الجمعة يتمنى لنا نهاية أسبوعية هادئة. إن هؤلاء المقدمين لهذه البرامج ينظرون إلى الكاميرا، وبالتالي ينظرون مباشرة إلينا، وهم عبارة عن وسطاء لأشخاص آخرين يقدمونهم، بل يضعونهم في برواز تلفزيوني ويطرحون عليهم أسئلتهم، ثم يعلقون على ما رأوه أو سمعوه. هناك أيضا صوت جهوري مجهول مبالغ فيه يقدم لنا البرنامج وكأنه صوت الله سبحانه، وهم يخرجون من حيث لا ندري ويتحدثون إلينا بسلطان. تعتمد الأحداث الرياضية نفسها بشكل واضح على شكل قصصي ينظم على أساس صراع بين معارضين، عادة بين شخصين مثل الملاكمة أو التنس أو فريقين لكرة القدم، وفي أحيان أخرى بين مجموعات من الأفراد مثل الجري أو السباحة، وتحدد صافرة النهاية انتهاء المباراة أو السباق.
ثم يتم إغلاق السرد الروائي ويكون إعلان اسم الفائز هو الإجابة المرضية. عادة يكون هناك وسيطا يحلل ويجري لقاءات ومناقشات وتحليلات قبل المباراة وبعدها. كذلك تجرى مقابلات مع اللاعبين وتقدم قصص عنهم، وهذه كلها تبني وتهيئ لنا الحدث القادم. يمكن تحليل جميع عناصر الأحداث الإضافية هذه قبل وبعد المباراة لمعرفة كيفية بناء الحدث والسرد الرياضي بطريقة معينة. وفي تحليلنا لتاريخ المباريات الرياضية نجد أنه قد تم إدخال المزيد من عوامل الترفيه في التغطية الرياضية، مثل موسيقى الافتتاح والرقصات التعبيرية في الأولمبياد وكأس العالم، واستخدام الموسيقى الكلاسيكية التي تتماشى مع الحدث الرياضي، واستخدام ملابس رياضية مع الموضة كل سنة. كذلك تقديم القصص الشخصية والعاطفية عن المنافسين، والاستخدام المتطور لتقنيات الكاميرات الحديثة وزوايا الكاميرا والتصوير البطيء والإعادة الفورية لأحداث المباراة المثيرة، كذلك استخدام الفكاهة من المعلقين، كذلك خلق مشاهير الرياضة والنجوم.